كيف قدر ميت يعمل فيني هيك؟ بس أنا ما إلي دخل وحكيك مو بمحله، هو يلي بيتحمل المسؤولية. واللي صار مع ميت مبارح أكيد مانو ذنبي. عم تفهمي؟ أي رابطة بين اتنين بتقوى إذا في صدق واحترام بيناتهم، وأبداً ما بتنجح الرابطة إلا إذا كانوا مخلصين لبعض بحضورهم وبغيابهم أكتر. اللي عمله مبارح ما إله مبرر، غلط غلط كتير كبير، وما خصني أنا. ميت ميت اسمعيني، بترجاكي ميت، بس لحظة ميت. لا ميت روقي شوي، بترجاكي اسمعيني لو سمحتي. لا من الغرفة عم أنا بعرف إنك معصبة ومو طايقة تشوفيني، بس روقي شوي واسمعيني لو سمحتي. لا ما بدي اسمع شي، يلا روح اطلع من الغرفة، ما بدي احكي معك ولا كلمة. ميت خلص يلا ميت روح ميت من وشي، روح. ميت إذا بتريدي لازم تسمعيني، أنا ما رح آخذ من وقتك، أنا ما كنت بوعي وكنت مشتاق لك كثير طيب، وكنت تعبان وما قدرت ميز وشوف منيح. بعترف اني غلطت غلطة كتير كبيرة وعم يأنبني ضميري، لهيك اجيت وخبرتك فورا وما خبيت عنك شي. ايه هات لشوف، وكيف بدي صدقك؟ يلا فهمني. انا كذبت عليك شي مرة؟ او خسرت ثقتك او خدعتك بيوم من الايام؟ شي مرة شفتيني عم بتطلع على حدا غيرك؟ اكيد لا. أنبني ضميري كتير، لهيك لقيت انسب شي اني خبرك بالقصة وما خبي بقلبي. طيب رح اسألك هالسؤال، إذا أنا كنت محلك وتصرفت مثلك تماماً، أنت كنت رح تسامحني؟ قول. فهمت ليش مو طايقة أشوفك؟ أخذت وقت كتير طويل حتى أوثق فيك، وهلأ حضرتك دمرت ثقتي وجرحتني. ما بعرف قديش هالجرح رح ياخد وقت لحتى يشفى، حتى لو انشفى هالجرح أثره أكيد رح يضل مبين وما رح أقدر أنساه بحياتي. بس إذا قدرت أنساه ساعتها بسامحك أكيد. يلا روح من وشي. يا ميت إذا بتريدي روقي وحاولي تفهمي اللي صار. طيب شي مرة خسرت ثقتك بيوم من الأيام؟ بحياتي ما كذبت عليكي بحرف ولا حتى اطلعت بحدا غيرك، ومستحيل أعملها، هي كانت غلطة يا ميت. كان فيني كذب عليكي وما خبرك باللي صار بكل عمري، كنت ضليت مخبي هالقصة بقلبي وضغطت على حالي، بس ما كنت رح أقدر أبداً إني كفي حياتي مرتاح. كان فيني كذب عليكي وما خبرك من الأساس.